ودلوقتي بقى جه معادنا مع فقرتنا المنتظرة. معايا مريم النجدي، وهنعرف منها ازاي قدرت انها توصل لحلمها، وازاي الناس اللي بتعتبرهم مثل اعلى في حياتها قدروا يغيروا من مريم. اهلا بيك يا مريومة. اهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا. شكرا بجد، انا مبسوطه ان انا وحضرتك جدا. يا حبيبه قلبي، قولي لي بقى يا مريم، لما كرمك الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شعورك ايه؟ اكيد اي يعني فكره ان رئيس الجمهوريه كرم حد، دي بالنسبه يعني بالنسبه لي طبعا كنت فخوره جدا، لاني ما كنتش متوقعه خالص في الوقت ده، لاني كنت طول الوقت حاسه ان انا لسه في حاجات كتير قوي قدامي عايزه اعملها، ومشوار طويل يعني يا دوب لسه بيبدا. فان هو يبتدي بالتكريم ويبقى بوش كده ان انا اكمل، دي حاجه اكيد مهمه قوي دلوقتي. ادكي حافز جامد جدا. طبعا. اه طبعا. طب قال لك ايه بقى بعد ما غنيتي اوبريت تحيا مصر؟ قال لي صوتك حلو، قعد يقول لي صوتك حلو وكده، فطبعا اتبسطت يعني. طبعا طبعا. طب قولي لي يا مريم، انت بتدرسي في كليه الالسن مش كده؟ ايه بقى طموحاتك في المستقبل؟ انا طموحاتي طبعا الاذاعه اهم حاجه، نفسي ابقى مذيعه جدا عشان اقدر اوصل فكرتي والمسج اصلا بشكل كويس. نفسي اكمل، انا بعمل فيديوهات كده على السوشيال ميديا لطريقه التعامل مع الكفيف، فانا نفسي ان انا استغل ده بدراستي واترجم الفيديوز دي للغات كتير، انجلش واسباني مثلا، علشان كمان مش بس المصريين يشوفوها، العالم كله وكل الناس تبقى عارفه ان مفيش حد معاق، كلنا زي بعض وربنا خلقنا كلنا زي بعض، بس احنا بس نعرف ازاي نكمل حياتنا صح. لا تكملي حياتك صح، وبعدين بتبقي قدوه ومثل اعلى لناس كتير يا مريم. بحاول يعني. لا مش بتحاولي، دي اكيد دي حقيقه. واعتقد طبعا الاستاذ هشام سليمان طبعا يعني بيدعمك جدا، هو راجل جميل جدا وطيب جدا ومحب للخير دايما يعني. طبعا. طب قولي لي بعد وفاه والدك حياتك اتغيرت؟ هي دي كانت التيرنينج بوينت او نقطه التحول في حياتي، لان انا يعني حد انا هش جدا في العادي، كنت قبل بابا كنت يعني فيري سنسيتيف طول الوقت، قفوشه شويه مش عارفه ايه كده، بس لما بابا مات انا حاسه ان انا اتغيرت. اولا بقيت اقوى وعملت حاجات، يعني انا السنه اللي عدت عليا بعد بابا مش موجود دي حققت فيها اكتر حاجات في حياتي، فحاسه ان ده عوض من ربنا، اللي هو انا استحملت بعد بابا عني، فاعتقد دي عوض زي طبطبه كده من ربنا، اللي هو لا يعني تمام كملي يعني. فانا طول الوقت حاسه ان ربنا طول الوقت حاسه كده بجد طبعا يعني. طب ده بنخلي ده هنقول بقى لكل الناس اللي فقدوا اي عزيز عندهم، ان ده ممكن يديهم حافز انهم يكملوا وينجحوا في حياتهم، يعني تبقى نقطه تحول زي ما انت طبعا بتقولي. اصل الزعل موجود يعني، اللي عايز يزعل هيزعل، بس فكره ان انا استغل الطاقه دي في ان انا اعمل حاجه تانية عشان اهديهم بيها في الجنه. يعني لما تقابل باباك او مامتك او حد انت فقدته في الجنه هتقول له ايه؟ لازم تلاقي حاجه تحكيها له بعدين، الحاجه دي تبقى حلوه تبقى لا. طب تعالي نشوف بقى تكريم السيسي ليكي يا مريم. أوكي. تحيا مصر بمريم النجدي. والله يا مريم يعني كلامك وغناكي وصوتك بجد بيدخل القلب على طول حبيبتي. مش عارفه اقول لك ايه، بس بحييكي جدا طبعا، وسعيده ان انت شرفتيني.
شكرا والله، انا اسعد، انا بحب حضرتك جدا، اصلا مفيش حد في الدنيا ما بيحبكيش يعني بجد. انا متشكره جدا يا مريم، وبعدين انت فعلا قدوه ومثل اعلى لكل الشباب اللي عايزين ينجحوا في حياتهم. ممكن تسمعينا حاجه يا مريم؟ كان غني لكم في المايك اغنيه، جنبك اهو. هي اغنيه لمصر انا بحبها جدا، هي مش معروفه قوي بس هي اسمها الله يا مصر، بحسها شبهي يعني فانا بحبها، ممكن اغنيها. اتفضلي يا حبيبي. الحب في بلدي اتولد، مع كل مصري بيتولد. الحب في بلدي اتولد، مع كل مصري بيتولد. ساعة ميلاده يضمها وهي تسقي شهدها، يجري في دمه حبها، يجري في دمه حبها، يجري في دمه حبها، يجري في دمه حبها. والحب موصول للأبد، الله عليكي الله عليكي الله عليكي الله عليكي الله عليكي يا بلد الله يا مصر. الله عليك يا مريم. شكرا. ربنا يحفظك يا بنتي يا رب. كنا بنتكلم عن القدوة والمثل الأعلى للشباب، ودي أكبر مثل وقدوة للشباب اللي عايز ينجح وعايز يبقى له قيمة في الحياة، زي محمد صلاح طبعا، وزي منتخب الناشئين. فرحت يا مريم امبارح جدا جدا، فرحت جدا بصراحة، كانت حاجة يعني، هما دول أبطال بجد. بعد الماتش بقى عملتي ايه يا مريم؟ أنا صراحة مش بتفرج على الماتشات قوي، بس بحب أعرف النتيجة طول الوقت يعني. اتبسطت قوي ليهم، وهم بجد شباب وابطال، هم دول حاجه تشرف الصراحه. وطبعا محمد صلاح يعني، ما هو دول ما يقلوش عنك يا مريم. يعني محمد صلاح انت كنت عايزه تتكلمي عنه صح؟ انا بحبه اصلا، انا يعني بحبه جدا، وطول الوقت بقعد اقول يعني انا نفسي ابقى ناجحه كده، قد ايه بني ادم مكافح، فانا بحب الناس اللي كده، فباخده طول الوقت برضه مثال مهم ان انا اكمل معاه او عشانه يعني، حاجات كده فبحبه طبعا. طب لو قابلتي محمد صلاح هتقولي له ايه يا مريم؟ بصي حضرتك، انا طول الوقت بحس ان كل واحد في الدنيا دي بيخليني اشوف حاجه بعينيه هو، يعني طول الوقت بحس كده، يعني انا بحس ان في ناس كتير قوي يعني الضلمه اللي انا عايشه فيها دي مش ضلمه، انا بشوف جمالها في البني ادمين. فمحمد لا صلاح ده نور يا ما هو انا بقول لحضرتك اهو، الناس طول الوقت احنا بننور لبعض حياه بعض، يعني ربنا خلقني انا مش شايفه، وخلق ناس ثانيه بتشوف عشان ينوروا لنا حياتنا، واحنا نساعدهم في حاجه يعني، كلنا بنكمل بعض. فهقول له ان انا شفت حاجات كتيره حلوه بعينيك، كفايه الفرحه اللي كان بيدخلها في قلوبنا. والله يا مريم انت يعني نور بالنسبه لنا كلنا، ده انت اللي بتنوري لنا حياتنا. شكرا بجد. والله بجد يعني بصي، احلامك وهدفك في حياتك ونجاحك في اللي انت بتعمليه كله ده بيدي نور لبقيه الناس اللي هم شايفين بس مش شايفين. انت شايفه بقلبك ومنوره بقلبك، واحنا بنعتز بيكي جدا يا مريم. شكرا. وان شاء الله هنوصلك لمحمد صلاح، بس بيخديني معاكي يا مريم عشان انا كمان بحبه جدا صراحه. ان شاء الله نقابله كلنا. طب نغني بقى اغنيه كده، قولي يا حبيبتي اللي يعجبك. خلاص ماشي، ممكن نغني مثلا في أغنية اسمها بحلم على قدي اللي مدحت صالح، بحبها جدا برضو. جميلة. بحلم على قدي بسرعة يعديني، بشموع تدفيني، بعيون تصون ودي. بحلم على قدي بشراي عديني، بشموع تدفيني، بعيون تصون ودي. بحلم بليل هادي في الضيمة هادي، بحلم بليل هادي بالضيمة هادي، بالنهار بريد.
بحلم على قدي بشرع يعديني بشموع تدفيني بعيون تصون ودي. ربنا يحرسك يا بنتي ويحميك يا رب. شكرا. ويحقق لك كل أحلامك وكل أمالك. أمين يا رب. يا مسافرة إن شاء الله كده. أنا مش عارفة أقول إيه بجد. أنا والله أنا مبسوطة إن أنا كنت مع حضرتك. أقسم بالله يا مريم أنا فرحانة بيكي جدا. زي ما تكوني فعلا بنت من بناتي. يشرفني والله. والله حتة من قلبي كده. حبيبتي والله أنا اللي اتبسطت بجد. طب قولي لنا يا مريم أنت نفسك في إيه؟ يعني إيه اللي ممكن نحققه لك أو نعمله لك؟ لا أنا شايفة إن صوتي ينفع أعمل بيه حاجات كتير قوي. فأنا نفسي إن رب يعني نفسي أبقى أولا المذيعة ونفسي أعمل كتب بصوتي للناس اللي ما عندهمش القدرة على القراية. أنا بشوف إن الثقافة دي حق لكل الناس. حلوة قوي. فنفسي أعمل كده. ونفسي أعمل أغاني للأطفال عشان الأطفال دول هم أهم حاجة طبعا في الحياة يعني. فدي الحاجة اللي نفسي أعملها وأكمل الفيديوز بتاعتي لأن دي رسالتي في الحياة. طول ما المجتمع يشوف إن إحنا حاجة مهمة إحنا فعلا هنقدر نوصل لهم ده. والشعب المصري ده يا جماعة شعب طيب جدا وشعب طول الوقت نيته سليمة. فهم بس محتاجين حد يوعيهم عشان يعرفوا يتعاملوا ازاي مع احنا طبيعي ناس مختلفه بالنسبه لهم. فاكيد لازم نوعيهم ونفهمهم ازاي يتعاملوا مع المكفوفين ازاي يتعاملوا مع مثلا اللي مش بيتكلموا ازاي يتعاملوا مع اللي مش بيسمعوا. ده حقنا ده دورنا احنا ربنا خلقنا عشان نفهم الناس دي احنا المفروض نتعامل مع بعض ازاي. وفي النهايه يعني ان شاء الله انا متاكده والله انا متفائله طول الوقت ان البلد دي ربنا هيصلح حالها ولان ربنا حافظها يعني يا رب ان شاء الله. وبسمتك الجميله دي يا مريم فعلا ربنا هيحقق لك كل احلامك وكل احلامنا معاكي واحنا وراكي. اللي انت عايزه تعمليه احنا وراكي وهندعمك دايما يا مريم. لازم يعني هي بتقول حاجه بتفيد ناس كتير جدا يا جماعه ما فكروش فيها ناس كتير. لكن هي مريم بامكانياتها البسيطه عايزه تعمل بصوتها حاجات للمكفوفين ويعني بتعمل خير وربنا ان شاء الله هيجازيكي كل خير يا مريم على اللي انت حتى بتفكري فيه ان شاء الله. وجماعه مش هلاقي احسن من مسك الختام. مريم النجدي شرفتنا ونورتنا. شكرا. وكبرت برنامجنا. شكرا بجد انا مبسوطه. واللقاء بكره ان شاء الله مع حلقه جديده من هاله مصريه على قناه المحور اول قناه فضائيه مصريه. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.